بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على الدنيا والدين. نستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونتوكل عليه، ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له وهو المهتد، ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا ولا هاديا له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزورنا ومولانا محمد المصطفى، وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وجاهد في سبيل الله إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من وسائل رحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين، وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
keseluruhannya. Jadi ini sebagian saja, keseluruhan kita akan diusung oleh pada Ibu Syekh Al-Mahkum Mata Sungai Ibu Masyid Sungai Ibu dan itu termasuk melalui buku yang lalu di dalam pengajian Surah At-Tin. Pada bulan lalu kita telah pun berkongsi sedikit tentang tema Surah At-Tin ini serta sedikit pasal berkenaan dengan hukum tajwid dan terjemahan harfiah Surah At-Tin ini. Maka kita kembali kepada kitab tafsir ini, kita akan masuk pembincangan tafsir Surah At-Tin ini bahawa tadi yang kualiti penciptaan yang status manusia dari sudut fizikal dan dinamikal Surah 209. Allah SWT berfirman wa'udhu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wa'tini wa'zaitun Ibnu Jarir daripada Abdullah bin Abbas